الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. لو أذن الله تعالى هذه الكلمة هل هي تهديد وترهيب؟ أم هي تشويق وترغيب؟ أم هي مجرد معلومات؟ أساساً هذه الكلمة من قالها؟ هناك جاريتان اسمهما نسيم وماريه، كانتا من الجواري في دار الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. قالتا: لما خرج صاحب الزمان أرواح العالمين فداه من بطن أمه سقط جاثيا على ركبتيه رافعا بسبابتيه نحو السماء، فعطس فقال: مولود ولد من ساعته يتكلم.
طبعا بالنسبة إلينا القضية سهلة جدا واضحة، الذي يعتقد بكتاب الله عز وجل اعتقاد صحيح، الذي يعتقد بكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله اعتقادا صحيحا، هذه القضايا سهلة عنده. أهل البيت كلهم تكلموا عند الولادة وليس بغريب. عيسى بن مريم تكلم ساعة ولادته فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عيسى بن مريم تكلم في ساعة الولادة، وعيسى بن مريم يقتدي بالإمام صاحب الأمر المأموم وهو عيسى بن مريم تكلم عادي. إمام عيسى إذا تكلم ليس عاديا، الإمام صاحب الأمر إمام عيسى، عيسى بن مريم يقتدي به. سقط جاثيا على ركبتيه رافعا بسبابتيه نحو السماء فعطس فقال، هذا كلام الإمام أرواح العالمين له الفداء، طبعا حسب الروايات الشريفة الإمام تكلم بكلمات عديدة، هذه مما قاله الإمام أرواحنا فداء. فقال أرواح العالمين له الفداء: الحمد لله رب العالمين. بعدما عطس قال عليه السلام: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله، صلى على محمد وآل محمد. عبد الله أولا وآخرا، يعني أنا عبد الله أولا وآخرا. هذه الكلمة وأشباه هذه الكلمة نجدها كثيرا في الروايات التي تبين معاجز أهل البيت. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما كانوا يصنعوا معاجز كثيرا ما كانوا يؤكدون على هذا المعنى، لأن بعض العقول ضعيفة إذا رأوا معجزة غريبة لعلهم والعياذ بالله تعالى يدعون الألوهية لأهل البيت. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دفعا لانحراف مثل هؤلاء الضعاف يبينون أنهم عبيد لله عز وجل. عبد الله أولا وآخرا، غير مستنكف ولا مستكبر. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة، يعني زائلة. الظلمة تزعم، زعمت أن حجة الله زائلة، امتداد رسول الله صلى الله عليه وآله بالأمة سينتهي. زعمت حجة الله ممكن أن تكون داحضة، ممكن أن تكون زائلة. عقول ما عندهم، أعداء أهل البيت ما عندهم عقول. زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة، ولو أذن الله لنا لزال الشك. لو أذن الله لنا. هذا الحديث الشريف أنا طبعا نقلته عن كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب، ونقل عنه صاحب موسوعة الكلمة في المجلد 21 صفحة 488. هذا الحديث في كتاب إلزام الناصب المجلد الأول صفحة 306، هذا الذي قرأته لكم. هذا الحديث، هذا الخبر نقل في مصادر كثيرة أخرى بفوارق بسيطة جدا لا تؤثر كثيرا في المعاني. من جملة المصادر: كمال الدين للصدوق، الغيبة للشيخ الطوسي، كشف الغمة للإربلي، الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي، الخرائج والجرائح للراوندي، إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي، العدد القوية للحلي وغيرها. هذا الحديث
جدير بأن يتوقف عند كلماته. الكلمة التي بدأنا بها لو أذن الله لنا، هذه الكلمة من الممكن أن تجعل إحدى الشعارات الأساسية للظهور. الظهور ما هو؟ إذن الله سبحانه وتعالى لهم صلوات الله عليه. لو أذن الله لنا، الأبعاد التي يمكن أن يتحدث عنها فيما يرتبط بلو أذن الله لنا، فيما يرتبط بالظهور تمهيدا والظهور ولواحقه، حديث طويل طويل لا ينتهي بسنة ولا بسنوات. أبعاده كثيرة 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 جدا لا تحصى. طبعا هذه القضية ما لا يدرك كله، لا يترك جله، لا يترك بعضه، ينبغي أن تكون هناك مراكز دراسات أصلا تدرس الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن الظهور تمهيدا والظهور ولواحقه، أن يكون هناك علماء. على أي حال القضية طويلة، أشير إلى ثلاثة أبعاد إشارة سريعة. البعد الأول، حديث شريف ذكرت مقطعا منه في الأسبوع الماضي وعلقت تعليقة واحدة، أذكر لكم مقطعا تاليا، مقطعا ثانيا لهذا الحديث الشريف وعندي تعليقة واحدة. الحديث هو حديث يروى عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا قام المهدي، طبعا الإمام يستخدم ذلك الاسم الخاص للإمام أرواح العالمين له الفداء، بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول الإمام له: عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. هذا المقطع ذكرناه في الأسبوع الماضي. المقطع التالي، يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ويبعث، يعني يبعث الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء، ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم، الروم يعني من؟ يعني الكفار، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ يؤمنون خلاص، معجزة واضحة، وهؤلاء مرسلون من قبل الإمام هكذا يصنعون. فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة كناية عن تسليم الحكم لهم، يسلمون الحكم لهم خلاص، هؤلاء الحق معهم، فيحكمون المرسلون من قبل الإمام، فيحكمون فيها بما يريدون. هذا حديث. هناك تعليق، هناك شيء مؤسف جدا 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 ولكنه واقع، وهو أن شرار خلق الله، أسوأ البشر في كل عصر، أكثرهم كانوا فيما يرتبط، فيما يحوط مصادر الخير في كل عصر. أين مصادر الخير في كل عصر؟ أطراف مصادر الخير في كل زمن. نجد بعض من كان ممن حول مصادر الخير بعضهم أسوأ البشر في عصرهم. يعني ماذا؟ يعني موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هو مصدر الخير في زمنه، صحيح؟ صحيح، هو سيد الرسل في زمنه، أفضل رسول في عصره، هو من أولي العزم،
موسى بن عمران في زمنه مصدر الخير، أهم مصادر الخير في عصره. تجد ممن كان حول موسى، ممن كان من المقربين إلى موسى، تجد بعضهم من أسوأ البشر في ذلك الزمن. كنموذج السامري، السامري تعلمون كان من المقربين، لم يكن شخصا بعيدا، لا، سنوات رأى موسى، تعلم من موسى كثيرا من الأمور، شخصية مرموقة. عند مركز الخير، عند مصدر الخير، تجد بعض الأشخاص من أسوأ خلق الله، وهذا مؤسف جدا، حقا شيء غريب، ولكنه واقع، واقع من بداية تاريخ الدنيا. آدم في زمنه كان مصدر الخير، ابنه يكون قابيل، ذلك المجرم الكبير، أحد كبار مجرمي تاريخ البشر، هذا ابن آدم على حافة مصدر الخير، يخرج شخص مثل قابيل. وامشي في العصور هكذا، هذا الوضع. تأتي إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، رسول الله خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، صلى على محمد وآل محمد، هو مصدر الخير في عصره؟ لا، هو مصدر كل الخيرات في كل العصور، من بداية الخلق إلى نهاية الخلق. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، مصدر كل الخيرات في هذه المخلوقات. عنده ممن حوله من المنافقين كانوا أسوأ البشر في عصرهم فقط، لا، كانوا من أسوأ البشر في كل تاريخ البشرية. من المنافقين الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله، بعضهم في يوم القيامة يعذب مع إبليس في التابوت. كل هؤلاء الأشرار بالمليارات، لا أعلم كم عددهم، أشرار كل التاريخ، 12 شخصا منهم فقط في التابوت. هؤلاء 5 ممن كانوا من المنافقين عند رسول الله صلى الله عليه وآله، 5 منهم في ذلك الزمن من أصحاب التابوت. حقا مشكلة المشاكل هذه عند رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذا النور العظيم تخرج ظلمة مثل هؤلاء. من هم أصحاب الدين الصحيح، الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ المسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو الدين، هو دين الله. مشكلة المشاكل المسلمون، يعني في المسلمين قصدي. أسأل منكم سؤالا، قتلة أهل البيت من هم؟ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلهم بلا استثناء، من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، كلهم بلا استثناء قتلوا على أيدي أناس كانوا يدعون الإسلام. تجدون استثناء واحد في أهل البيت؟ لا. رسول الله من قتله؟ قتله بعض من يدعى الإسلام. أمير المؤمنين من قتله؟ قتله بعض من يدعى الإسلام. الصديقة الكبرى من قتلها؟ قتلها بعض من يدعى الإسلام. الإمام المجتبى، الإمام سيد الشهداء، بقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من قتلهم؟ بعض من يدعى الإسلام. يصلون، يصومون، يحجون إلى بيت الله الحرام، يزكون.
المسلمون على ضفاف هذا البحر العظيم الذي اسمه الإسلام، الإسلام الذي الله سبحانه وتعالى يعبر عنه بالمنة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله بعث على ماذا؟ بعث ليأتي بالإسلام للناس. على ضفاف هذه المنة الكبرى التي اسمها الإسلام يخرج أناس هم أسوأ خلق الله. هذا كان وهو الآن هكذا، بعد الظهور الشريف أيضا سيكون هكذا. مشكلة الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء، المشكلة الكبرى من هم؟ مشكلة أصحاب الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء، ما هي المشكلة الكبرى لأصحاب الإمام؟ السفياني، السفياني يهودي نصراني بوذي عبد بقر؟ لا، من المسلمين. جيشه من هم؟ جيشه عباد أوثان؟ لا، من المسلمين، ممن يدعون الإسلام. أكبر مشكلة هم المسلمون، بعض المسلمين. هذا الحديث الشريف يبين أن الروم يرون معجزة واحدة من أصحاب الإمام يؤمنون، ولكن بعض المسلمين لا ينظرون معجزة من أصحاب الإمام، ينظرون إلى الإمام نفسه ولا يؤمنون. يا ليتهم لم يؤمنوا فقط ولا يؤمنون فقط، لا يحاربون الإمام. في حديث، مضمون الحديث الشريف، الآن لا أتذكر نص الحديث، مضمون الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول مشكلة الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه أكبر من مشكلة رسول الله، لأن هذا كلام الإمام، مضمون كلام الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مشكلته في دعوته، في بداية دعوته، مع أناس يعبدون الخشب، يعبدون الأوثان. ومشكلة الإمام صاحب الأمر حسب هذا الحديث الشريف، مضمون الحديث، مشكلة الإمام مع أناس يقرؤون كتاب الله ويؤولون كتاب الله ضد الإمام. الإمام الذي وأشرقت الأرض بنور ربها، الإمام الذي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، الإمام هو هذا مثل نور الله، هؤلاء يؤولون كتاب الله ضد الإمام ويحاربون الإمام. المشكلة الكبرى دائما، لا أقول دائما، في أكثر الأحيان من الأشخاص الذين هم على ضفاف مركز الرحمة، معدن العلم، مصدر الخير، الذين على ضفاف هذه المصادر العظيمة للخير، بعضهم يخرج يكون من شر خلق الله. هذا الشيء لماذا ذكرته أنا اليوم؟ لو أذن الله لنا نحن نريد أن نمهد لإذن الله سبحانه وتعالى مدارج أولوياتنا كيف يلزم أن تكون؟ يلزم علينا أن نوجه أي شخص من أي دين ومذهب إلى هذا النور، هو رسول الله، هو أمير المؤمنين، هو الإمام الحسن، هو الإمام سيد الشهداء، نور الله هذا في هذا العصر. يلزم علينا أن نهدي كل الناس، أي شخص نتمكن من هدايته، ولكن كمدرج الأولويات، أولوياتنا يلزم أن تكون في المسلمين أنفسهم، لأن الخطر الأكبر هم هؤلاء. أنا لا أقول لا يهدي الإنسان النصارى اليهود البوذ السيخ، لا يهدي هؤلاء إلى نور الله عز وجل في هذا العصر، لا، يلزم أن نهديهم، ولكن الخطر الأكبر ليس منهم، الخطر الأكبر هنا، يلزم أن نهدي هؤلاء تمهيدا لظهور الإمام، تمهيدا لإذن الله سبحانه وتعالى. نخرج شخصا واحدا من جيش السفياني إلى جيش الإمام، هذه فائدة كبيرة، منفعة كبيرة، كمدرج أولويات هداية المسلمين إلى نور الإمام كأولويات، لا كأوليات،
ممكن الإنسان في زمن واحد يهدي شخصين، واحد في دين آخر، واحد من أمثال هؤلاء. ليست القضية قضية زمنية، قضية رتبية، ترتيب رتبي. كرتبة هؤلاء هدايتهم أهم. تمهيدنا لإذن الله سبحانه وتعالى يلزم أن يتركز كتركيز على هؤلاء. هذا البعد الأول. البعد الثاني أيضا فيما يرتبط بتمهيدنا لإذن الله عز وجل. بسرعة أقول ثلاث نقاط، ثلاث نقاط سريعة جدا. أولا، الطرح المهدوي يلزم أن يكون مفهوما. إخواني، القضية قضية كبيرة جدا للغاية. هذه القضية مرتبطة بالسماوات والأرضين، مرتبطة بعالم الملائكة، مرتبطة بعالم الجن، مرتبطة بعالم البشر، مرتبطة بعالم الحيوانات، مرتبطة بالجمادات، يملأها قسطا وعدلا. القضية جدا كبيرة، لا يمكن أن شخصا، شخصين، ثلاثة، ألف، مليون من المؤمنين يعملون فقط. لا، يلزم أن تجتمع كل الجهود، جهود من قبل الكل. أولا، يلزم أن يكون الطرح المهدوي مفهوما. ثانيا، يلزم أن يكون الطرح المهدوي منوعا في الكيفية. نحتاج كل شيء، كل ما يؤدي هذا المؤدى، قصة، شعر، بحث علمي، أدلة عقلية، خطاب عاطفي، صورة، مقطع فيديو، أفلام كارتون، أي شيء. استفادة من الأجهزة الذكية، استفادة من القنوات الفضائية، استفادة من الكتاب. أن تجتمع الجهود ليكون الطرح المهدوي منوعا. لماذا بعضنا ينكر؟ لا، الشيء الفلاني لا ينفع. ينفع، هذا الموضوع موضوع كبير. الخطاب يلزم أن يكون بكل الوسائل، هذا ثانيا. ثالثا، الطرح المهدوي يكون لكل الطبقات. أنا هذه الكلمة سمعتها مرارا تكرارا من بعض المؤمنين. إذا رأوا شخصا طرح طرحا بمستوى داني يتذمرون. لا، لماذا تتذمر؟ هذا الخطاب لا يفهمه النخبة، فليكن. كل الناس نخبة؟ هذا الخطاب ليس مناسبا للمثقفين، فليكن. يعني يلزم أن يكون الخطاب فقط للمثقفين؟ فقط الخطاب للنخبة؟ فقط الخطاب للعلماء؟ لا، يلزم أن يكون الخطاب لكل طبقات المجتمع. إخواني، بعض الناس لا يستوعبون الخطاب المركز. يلزم أن يكون هكذا خطاب. هذا الشخص الذي يخاطب بمستوى داني يخاطب أمثاله. جيد، أنا لا أقول أنا أختار الطريق هذا. شخص يتمكن أن يؤدي شيئاً أعلى يؤدي شيئاً أعلى. بعض الناس أداؤهم هذا، جزاهم الله خير الجزاء. لماذا نتذمر؟ هذا الطرح غير مناسب. نعم، غير مناسب لفئة من الناس، مناسب لفئة ثانية من الناس. أنت تحب أن تخاطب العلماء، خاطب العلماء. أنت بمستوى تخاطب مجموعة من المثقفين، خاطب المثقفين. شخص لا يتمكن أن يؤدي هذا المؤدى، يؤدي شيء آخر. كل شيء لكل الطبقات. نحتاج الخطاب المهدوي للعلماء، نحتاج الخطاب المهدوي للجهال، نحتاج الخطاب المهدوي للأطفال، للكبار، للنساء. الخطاب المهدوي للنساء قد يختلف مع الخطاب المهدوي للرجال. خطاب مهدوي للرجال. البعد الثالث، لو أذن الله تعالى للإمام، ما الذي يحصل؟ ما هي فائدة إذن الله سبحانه وتعالى لحجته؟ نعلم، الأرض تملأ
قسطا بعد لا تملا يعني شبر واحد بدون مبالغه، هذا واقع، شبر واحد على وجه البسيطه لا يبقى من دون ان يحكم فيه العدل. كل البقاع بلا استثناء، حتى شبر واحد، كل البقاع تملا، هذه كلمه رسول الله، كلمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، يملاها ملء، لا يبقى فراغ من العداله، كل البقاع تملا بالعداله. هذه من فوائد ظهور الإمام، من فوائد إذن الله سبحانه وتعالى، من فوائد إذن الله نعلم هذه الأمور، من فوائد إذن الله الأمن الذي يبسط، من فوائد إذن الله، من فوائد إذن الله، كلها صحيحة، فوائد كبيرة ولكنها ليست الفائدة الكبرى، فوائد عظيمة جدا ولكنها ليست الفائدة العظمى. الفائدة العظمى لإذن الله ما هي؟ الفائدة العظمى لإذن الله سبحانه وتعالى أن قلوب آبائه الطاهرين تهدأ، قلوب آبائه الطاهرين تبرد، هذه الفائدة العظمى. لماذا هذه الفائدة العظمى؟ لأن هؤلاء الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هم أحب خلق الله إليه، لأن مظلومية هؤلاء الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هي أكبر مظلومية في التاريخ، لأن قلب رسول الله صلى الله عليه وآله لو انكسر هذا أعظم عند الله عز وجل من مليارات المظالم التي تقع. لو أذن الله تعالى لحجته يرفع شيئا من مظلومية أهل البيت، يثأر لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذا ظهر الإمام سوف لا نسمع جده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول سيدي غيبتك نفت رقادي، هذه كلمات إمام، وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي. أهل البيت هكذا عاشوا وهم يعيشون هكذا عيش. إذا ظهر الإمام أرواح العالمين فداه هذه المظلومية ترتفع، هذه الفائدة الكبرى لإذن الله سبحانه وتعالى. دماء أهل البيت التي سالت أثمن شيء عند الله عز وجل، هذه الدماء الزواكي الطاهرة يثأر لها صاحب الأمر أرواح العالمين فداه. إلهنا بالدماء الزكية الطاهرة التي سالت على وجه رسول الله، بالدماء التي جرت في ليلة القدر في محراب مسجد الكوفة، بالدماء التي سالت من جنبي أمه فاطمة الزهراء، بالدم الذي خرج من كبد جده الإمام المجتبى، بالدماء الطاهرة التي أريقت على أرض كربلاء، إلهي عجل لولي تلك الدماء بالفرج. إلهنا راية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على قبته الشريفة لا زالت حمراء، إلهي بدل روعة آبائه الطاهرين، بدل آلام آبائه الطاهرين
بدل انكسار قلوب آبائه الطاهرين بالفرحة بظهور الحجة. هذا اليوم ذكرى ميلاد سيد الكائنات، سيد الخلائق في هذا العصر. الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد صلوات الله عليه. في هذا اليوم لا نحرم من المشاركة مع الموفقين. من الموفقون؟ الذين وفقوا في مثل هذا اليوم لأفضل عمل مستحب في هذا اليوم، لزيارة المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهنيئا لهم. نشاركهم الذين ما تمكنوا أن يذهبوا إلى تلك البقعة الطاهرة، من بعد يزورون سيد الشهداء، ومن هنا نزور سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بهذه الزيارة المختصرة التي رويت عن حفيده الإمام أبي عبد الله الصادق. الحمد لله العلي العظيم، والسلام عليك أيها العبد الصالح الزكي، أودعك شهادة مني لك تقربني إليك في يوم شفاعتك. أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك، وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك. وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا. وأشهد أن هذه التربة تربتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا المصرع مصرع بدنك. لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك. هذه شهادة مني، هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. هدية في يوم ميلاد صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، إلى أمه العظيمة السيدة نرجس عليها السلام، ذكر الصلوات على محمد وآل محمد 3 مرات مع وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وهدية أخرى إلى أرواح المؤمنين الذين طيلة حياتهم شخصوا أعينهم على الطريق، لعلهم يلقون نظرة على تلك الطلعة البهية الإلهية، ولكن الأجل سبقهم إلى ذلك، ما تركهم أن ينظروا إلى تلك الطلعة النورانية النبوية الحيدرية. هدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، ذكر الصلوات على محمد وآل محمد 3 مرات.